استيقظ العراق على وقع تظاهرات حاشدة جديدة للمحاضرين بالمجان بعد أن سئموا الوعود الحكومية بتحقيق مطالبهم بالتعيين على الملاك الحكومي الدائم. الغضب من تجاهل السلطات حقوقهم ترجمه المحاضرون بالاحتشاد أمام مديريات التربية في عدة محافظات في النجف وميسان والقادسية وبابل وغيرها، معلنين الإضراب الكامل عن الدوام في تصعيد سلمي ردا على المماطلة في تلبية مطالبهم بالتعيين على الملاك الدائم أو حتى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتراكمة. وما صعد من حدة غضب هؤلاء المحاضرين هو تعهدات الكاظم السابقة والمتكررة بتحقيق مطالبهم عقب خلو الموازنة المالية للعام الحالي تضمين حقوق المحاضرين بالمجان والذين يقدر عددهم بأكثر من 200,000 شخص. فالكاظم تعهد بتعاقد وزارة التربية مع هؤلاء وتخصيص نحو 250,000 دينار شهريا لكل محاضر. تجيب لي الطواعم موجود هسه انا جابها وعد وعد وعد. غير ان هذه الوعود ظلت حبيسه الادراج الحكوميه، فمشكله المحاضرين بالمجان مستمره منذ اكثر من 10 سنوات من دون حل ناجع لمشكلتهم او تعويضهم عن سنوات الخدمه الطويله التي قضوها في السلك التعليمي. وعند الحديث عن الاسباب لا تتردد الحكومه بتبرير فشلها بالقاء اللوم على سابقاتها او عجزها المالي الحالي. هذه القضيه انتجتها مراحل حكومات سابقه هي كبلتنا وورطتنا بهذه القضيه. وفي خضم ذلك يبقى هؤلاء المحاضرون ضحيه الاهمال الحكومي لتتحطم بذلك اي امال بتحسن الواقع التعليمي المتدهور في العراق والذي ينعكس سلبا على الطلاب وعلى مستقبل العراق التعليمي والعلمي.